عن الكرة تعلن عن الهدف الأول. جورجي نقلها. تدخل هذه المباراة بنية التسجيل والهدف الأول. حميد جاوشي يسجل الهدف الأول لمصلحة الكتيبة الحمراء في الوقت اللي أقل من دقيقتين من التغيير اللي أجراه كبير. وهذه الآن حالة هجومية بعرضية ورأسية. الله 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 الهدف الثاني. سعيد بهذا الالتقاء. صاد هوايه السلامه اللعيب هذا سوري لعيب. فيها فن وابداع لكن الان خطا القيصوم. الله خطا فردي واقتناص من جاوشي. الكتيبه الحمراء انتظروا حتى انها تتساوى الروس. هدف الكتيبه الحمراء. جاوشي لا تغلط قدامه ماذا حصل جاوشي يقتنب زاوية. جول افرحي القيصومة بهذا الهدف لنادي ركنها يكلف نقاط المباراة. الكرة تعود الآن لصالح القيصومة على الطرف الأيسر. فيها زيادة عددية فيها انطلاقة ومحاولة عن طريق الجزائري محمد الحارثي. هنا الانطلاقة الجميلة من جانب الجزائري عرضية إلى الحارثي اللي كان وحقب وبالتالي يسجل من خلالها أول أهداف هذه المباراة بعد هذه العرضية المثالية جدا من الجزاء وركلة الجزاء. كرة بتعود الآن. هل في هدف قاتل؟ الساحل اقترب في اللقطة الماضية. القيصومة يترك مساحات وهو يسابق الزمن من أجل الوصول الهدف الثاني. التقدم الآن بشكل خطير. الله 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 ثاني وبنفس اللاعب. لكن عينك على حميد وما يقدمه بفاصل مهاري أيضا من هنالك عن طريق القميزي لم تكتمل. لكن مع الحارثي يا عيني على حميد جاوشي ينجح لكن الكرة تروح إلى حميد. تسديدة والجمال تسديدة مباشرة لم يتوقعها لكن سليمان
مرر ممتازة في البينية لحميد جعوشي، ولكن عبد الله الزازي في الدخول. حميد جعوشي يبدو أن رئيس هذه الكرة عبد الله الزازي، وحميد جعوشي بالقوة. حميد جعوشي والتسليم. تنفذ الآن منقولة في الكرة الآن لمصلحة فريق حميد، يحاول المرور لاعب فريق القيصومة، سددها خطيرة، جول 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 سبيعي، وكل سهولة رأسية جاءت لمصلحة فريق القيصومة. هذه المحاولة من قبل حميد، حميد مشى في الكرة ثم نقلها ثم اللمسة الأخيرة. الموسم الماضي القادم ولع الكرة، هدف رائع، هدف رائع لفريق القيصومة لحميد جعوشي. وعبد الله خطاب هذه المرة تلعب بشكل صحيح، وحميد جعوشي، حميد جعوشي يسجل اللاعب الجزائري بطريقة رائعة بالمتابعة بالمتابعة، ولكن عبد الله خطاب في التلاعب في الطرف اليسار. هذه هذا ما كنت تحت بشكل ممتاز، وهنا العرضية الرائعة وجاود فلاديمير خاص تيا عودة إلى الجزائر الآن، مرتدة سريعة داخل المرمى، هدف أول نعم حميد جعوشي الجزائري، لا يترك وحيدا، استقل هذه الكرة وأول أهداف تحصل على كرة، وجعوشي تسديدة وعلى يسار فلاديمير